وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج من الشخصيات الناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل الميزان الملكي الإلكتروني ومعانا السيد يوسف الشامي. أهلا بك سيد يوسف. أهلا بك حبيبي. أهلا بك. أهلا بك، يعطيك العافية ومشكور على استقبال فريقنا. تسلم حبيبي. مشكور سيد يوسف. خلينا قبل ما نتكلم عن الميزان الملكي نستعرض كده مع 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 السادة المشاهدين مين السيد يوسف وكيف كانت بدايتك العملية داخل دولة الإمارات. مين السيد يوسف؟ يا سيدي أنا اسمي يوسف عبد الرحمن الشامي، مواليد 1985، مواليد الكويت، مدينة الكويت، دولة الكويت طبعا، مدينة الكويت. أنا جيت على الإمارات العربية المتحدة بسنة 94، كملت دراستي هون طبعا أنا وأهلي وإخواني، كملت دراستي كلها هون، خلصنا ثانوية وخلصنا بعد الثانوية طلعنا اشتغلنا شوي بعدين رجعنا كملنا دراسة. الحمد لله خلصنا مجال دبلوم في الاي تي، وبعد هيك طبعا بس خلصت واخذنا الشهاده، بس خلصت الدراسه واخذنا الشهاده طلعنا رجعنا كملنا شغل. طبعا هذا الشغل احنا عندنا وراثه، خلينا نقول ماخذينه ابا عن جد، كان جدي الله يرحمه، ومن بعدها صار استلم عنه الوالد واعمامي واخوالي وكلهم، فهو خلينا نقول هو زي بزنس العائله يعني، وانا بحبه وكملت عليه ماشيين فيه من زمان. والوالد كان هو ليه الفضل اللي انت تتعلم وتدرس ده، ماشيين فيه من الستينات. الفضل طبعا دائما لله سبحانه وتعالى، من بعد الله سبحانه وتعالى عندي ابوي الله يخلي لي اياه، انا صراحه عندي اكثر من اب يعني، اذا بدي احكي لك يعني عندي الوالد الله يخلي لي اياه، وعندي برضو كثير ناس دعمونا الصراحه، كثير ناس وقفوا معنا، من اهل زوجتي، من اهلي، من اهلي يعني بشكل عام، من اهل اخوالي، حتى عمامي، حتى اهل زوجتي يعني بشكل عام، كثير من اصحابي، اصدقاء المقربين، كل الناس حتى لو بدعوه، كل الناس صراحه يعني كثير ناس وقفوا معنا لوصلنا الحمد لله لهون يعني، وربك والحمد لله بلشنا في هالمصلحه. طبعا بلشنا في الميزان اللي انت هلا حضرتك مشرفنا فيه. ما شاء الله لكم التوفيق سيد يوسف. الله يسلمك. وانتم ما شاء الله واخدين سمعه كتير طيبه داخل ابو ظبي عموما والامارات كالميزان الملكي الالكتروني، ممكن برضو تخبرنا اكتر ايه الخدمات والسيرفيس اللي انتم بتقدموها؟ احنا بشكل عام هو بنسميه اوتو سيرفيس سنتر لكل السيارات، كل انواع السيارات، ان كان عدم مؤاخذه بتبديل زيوت، فحص هيئه تحتيه للسياره كامل، ميزان السياره من اي تو زد، خلينا نقول امامي وخلفي، اطارات طبعا هو موضوع الاطارات مهم جدا، ما عندنا تقريبا كل انواع الاطارات ومعترفين الحمد لله ومعتمدين من كثير شركات كبرى موجوده هون عندنا في دوله الامارات العربيه المتحده. فكل خلينا نقول كل شيء له علاقه بالسيارات احنا موجود عندنا. يعني انتم مش متخصصين على قد ميزان السيارات فقط؟ ابدا لا احنا كامل. ما هو شوف ميزان السيارات له تتبعات كثير، انت لحتى تعمل ميزان، خلينا نسميه كلمه ميزان، احنا ناخذ على مسمى كلمه ميزان، لحتى تعمل ميزان بدها تكون قطع الغيار عندك موجوده في السياره مزبوطه، ما هو مش رحش، ما بصير اصلا انت تعمل ميزان لسياره وعندك قطعه خربانه، عرفت كيف؟ لا، اول شيء بتبدل الاساس عشان تكمل الميزان على طريقه صحيحه وتمشي فيها. في ناس بتفكر بتتوقع انه والله ان عملت ميزان وخلصنا، طب ما انت اذا عملت ميزان وعندك قطع خربانه شو استفدت من الميزان؟ ما بينفع، ابدا ما بينفع. يعني الميزان له تتبعات كثير، والميزان بيختلف، في شيء اسمه ويل الاينمنت كمبيوتر وفي ويل بالانسنج كمبيوتر، ففي في في ناس ما بتعرف شو الاختلاف بينهم. في شيء احنا بنسميه بالعربي ترصيص اطارات، وفي واحد اسمه ضبط زوايا، زوايا السياره نفسها، زوايا كيف الاطار واقف، بيكون واقف على السياره. شغلات كتير. لا احنا ما شاء الله شفنا كمان قبل اللقاء مع حضرتك لما خدنا جولة داخل الجراج، شفنا انتوا عندكم خدمات كتير مميزة، عندكم اجهزة كتيرة، حضرتك حتى خبرتنا اللي فيه اجهزة من دي تقريبا حصرية ليكم، انتوا شكلكم مهتمين بالموضوع ده وفاهمينه ودارسينه عشان تقدموا اعلى سيرفيس لجميع انواع السيارات، مظبوط؟ احنا عد علي الموضوع ما كملت لك قبل شوي. مبدئيا احنا عندي الوالد الموضوع هذا اخذه عن دراسه فعليا، يعني سنه 88 اخذ وكاله الاجهزه هاي اللي عم بحكي لك عنها، كنا احنا وكلاء في الخليج يعني في الخليج العربي، فاخذ الوكاله ومشي عليها وانا كملت معه، كملت بعده عفوا. هو بدا
في سنة 88 أخذ الوكالة، بس حتى تأخذ الوكالة أنت في الخليج في هالأجهزة اللي إحنا بنحكي عنها لازم تكون فاهم فيها، مش بس تأخذ الوكالة وخلاص، موضوع مش هيك. صار ينزل يدرسها دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، صار ينزل كل تقريبا 6 شهور، يعادل حوالي 3 شهور 4 شهور ويرجع، ينزل 3 شهور ويرجع. فضل هيك لحتى صار في سنة 92-93 أخذ شهادة خبرة، وشهادة من هي اسمها من اسم من الشركة نفسها إنه هو ختم الكار زي ما بيقوله، فهو صار هيك ممتاز 100% ومظبوط، وورطني الموضوع أنا وغيرنا يعني. طبعا هو علمنا كتير يعني بأشياء معينة. فهذا الأجهزة اللي أنت عم تحكي عنها طبعا إحنا عنا تقريبا كل أنواع الأجهزة اللي تختص في السيارات، وأجهزة أكيرت جدا وليتست خلينا نقول، من أحدث الأجهزة الموجودة عنا الحمد لله رب العالمين، وهذا كله توفيق من رب العالمين الحمد لله. طيب ما شاء الله، يعني المكان فعلا صرح وحاجة كتير مميزة، وانتوا حتى مهتمين بالديكور بالشكل العام، العمال حتى في ابتسامة من اول ما دخلنا. سؤالي بقى موجه لحضرتك، هل انتوا مختصين بنوع معين من السيارات ولا جميع انواع فئات السيارات؟ جميع انواع السيارات يعني حتى الكلاسيك منهم برضو، هاي الخبرة قديمة يعني، في ناس ما بتفهم بالكلاسيك. الكلاسيك انا بحكي لك 20 و25 سنة و30 سنة قبل، احنا عندنا خبره حتى في الكلاسيك كارز يعني، كل انواع السيارات، ما فيش حاجه مخصصه ابدا، ما فيش حاجه معينه ابدا. خلينا نحكي من اصغر انواع السيارات لاكبر انواع السيارات، كله الحمد لله عندنا خبره فيها وبنشتغلها. طبعا بنشتغلها، وعندك الاجهزه ما شاء الله والكفاءات اللي تعمل كده. فعلى هذا الاساس عايز اسال حضرتك، على اي اساس برضو بتختار الناس اللي تشتغل معاكوا؟ ما شاء الله عندكم عمال كتير كلهم فاهمين، الكاستمر بيجي مبسوط، فاكيد ده ورا سر. هلا بشكل عام احنا بالنسبه للشباب الموجودين عندنا والفنيين، انا ما باخذ اي حدا هيك يعني. لما كانوا يجي لعندي الشباب ويطلبوا يشتغلوا معنا، اول شيء انا باخذ اكتريتهم اللي عندهم خبرات قبلنا، وحتى لو عنده خبره اصلا ان شاء الله تكون فوق 5-6 سنوات لازم اعمل له زي تريننج. التريننج هذا بكون واقف على راسه، خلينا نقول انا اشوفه، وبرضه الوالد كان موجود، وبشوف في منهم اصلا اجوا لعندي معهم شهادات خبره اوريدي يعني، ومن مصانع سيارات ببلدهم. طبعا اللي مثلا اذا عندي حد مثلا من الشباب الفنيين اللي جاي من مصر بيكون اصلا شغال في وكاله في مصر للسيارات مثلا، عرفت كيف؟ لنعتبر فولفو، بياخذ من عندهم شهاده خبره انه هو صار في الميكانيكي كويس، بيجيب لي الشهاده اللي عندي بورجيني اياها، وعلى اساسها بنقرر وبنشوف. اذا كان في حد جديد برضه بنعطيه زي كورس تعليم لمده تقريبا 3-6 شهور، بعدها بنبلش نقول يلا توكل على الله، انت صار فيك تستلم معنا الشغل لانه انت صرت زينا وبتفهم علينا وبتفهم. لأنه شوف موضوع السيارات جدا حساس، وعدم مؤاخذة هي أرواح ناس، فما فيك تسلم بني آدم جديد شيء وهم برقبتك يعني كاستومرز كلهم بيجوا لعندك مأمنين فيك، مأمنين بالشباب عندك بالتكنيشن اللي عندك. فموضوع السيارات موضوع جدا حساس ولازم تكون دقيق جدا يعني، يعني خلينا نقول لازم تكون بالدقة أكثر من 100%، والأخطاء طبعا واردة دائما، فعشان هيك الواحد بيحاول قدر الامكان يقلل الاخطاء. طيب في فتره زي لما بيبقى في وباء او فيروس عموما يعني، ايه اجراءات الامن والسلامه اللي انتوا كالميزان المالي بتتبعوها عشان الكاستمر لما يجيب لك سياره يبقى مطمن ان انت قلت لي انت كار كير عموما مش على قد الميزان بس، فانت في ناس بتدخل السياره ازاي بتامنها بعد كده من اول ما بتستلمها لحد ما تسلمها له تاني؟ اول شيء احنا مشينا مع اجراءات دوله الامارات العربيه المتحده، اعطتنا زي ستبس تمشي عليه، ومشكوره طبعا بالجهود اللي عملتها. اقل شيء احنا بدنا نعمله نكون عم نقلدهم بهالشغلات هاي. فطبعا اجوا لعنا كثير ناس من الحكومه بشكل عام يعني، زي هيئه ابو ظبي، زي البلديه، الشرطه كمان مشكورين، الناس كلهم صاروا يجوا يتعلمونا شو نعمل يعني. في عندك صار يقول لك مثلا اول ما صارت الازمه التباعد،
صارت يعني عدم مؤاخذه حتى بغرفه الاستراحه صار بدك تبعد الكراسي عن بعض او الكنب، انا عندي كنب فصرنا نوفر شويه كنب او تحط استيكرات ما بين وبين هذا اللي قاعد عندك. بالنسبه للسياره نفسها طبعا غير انه انا عم بحكي لك هذا اول ما تدخل لازم يكون في عندك المعقمات، لازم يكون البني ادم حاطط الكمامه والجلوفز، هذا شيء طبيعي وعلى زي ما قلت لك زي ما قالوا لنا في دوله الامارات العربيه المتحده. بالنسبه للسياره نفسها احنا كل سياره بتدخل لعنا يعني هلا انت حتى بتشوف برا انت مثل ما شفت قبل شوي حتشوفها هلا كمان، كل سياره بتدخل بنحط عليها زي كفر على السيت وفلور ماتس اللي هي ورقه على الارض، والستيرنج نفسه بنحط عليه برضه زي كانك لابس جلوفز بالضبط، بنحط عليه نايلون وكله بيكون معقم. وبس تخلص السياره من عندنا هي قبل ما تخلص قبل ما يطلع فيها الزبون مره ثانيه بعد ما تخلص بنعقم له اياها بجهاز التعقيم الموجود عندنا. طبعا هذا يعني الواحد بيقدر زي ما نقول نعمل اللي علينا وباقي على ربك. دي اقصى اجراءات الامن والسلامه لكم، التوفيق سيدي. الله يسلمك. طيب ما شاء الله بالفكر ده بالتميز ده بالابداع اللي احنا شايفينه في داخل هذا الجراج، بتفكر في ايه بعد كده؟ يعني ايه خططك المستقبليه؟ طبعا كل واحد عنده طموح. انا بديت هون بديت خلينا نقول صغير وتوسعنا شوي توسعنا شوي لحتى وصلنا لهلا للي احنا فيه. طبعا زي ما قلنا احنا تجار بتعرض دائما لتطلع وتنزل وهي كله توفيق من رب العالمين. طموحي بالتوسعة أكثر من هيك بإذن الله، فتح فروع أكثر طبعا هذا شيء ضروري. بس خلينا نحكي هلأ إحنا كفي أبو ظبي بإذن الله حيكون في فرع آخر إن شاء الله وفي توسعة أكثر للي أنتم شايفينه هلأ بإذن الله، وطالبين دعوات الجميع بس مش أكثر من هيك يعني. اكيد طموحك والجراج والمكان وحضرتك ما كانش كل النجاح ده هيبقى موجود غير لو احنا موجودين داخل دوله اسمها الامارات. طبعا بفضل الشيوخ الله يحفظهم بتوجهاتهم بالامن والامان بكل شيء بيقدموه من تسهيلات من كل حاجه، فانت برضو شو بيعمل ايه بيعني لك نعمه الامن والامان الاستقرار التسهيلات شو بيعني لك كل هذا اللي يعني انا بخاف الناس تحسدنا صراحه على النعمه اللي احنا فيها. دولة الإمارات العربية المتحدة اللهم لك الحمد، هلأ كنت عم بحكي لك عن موضوع أنه حتى بموضوع الأزمة اللي إحنا فيه عطتنا ستيبس معينين نمشي عليهم وكانت ستيبس صحيحة جداً لحتى نطلع من الأزمة اللي إحنا فيها. خلينا نحكي بموضوع الرخص التجارية، بموضوع الكراج، بموضوع كل الأشياء اللي أنت حكيت عنها قبل، لولا التسهيلات الكبيرة اللي عملوها لإلي ولغيري من كل لكل فئات العالم طبعاً، تسهيلات كثير كبيره عملوا لك اياها بخصوص الرخص التجاريه، بخصوص الاسماء، بخصوص المحاكم، التراخيص، وجهونا بطريقه جدا جميله صراحه، وكانوا سهلين علينا كل شيء صراحه. يعني اي انت عدم مؤاخذه انت بتروح هلا بتطلع رخصه تجاريه بيوم واحد. انا ما اعتقد لا اعتقد ابدا انه في مكان في العالم برا ممكن تطلع رخصه تجاريه بيوم واحد، مستحيل. انا لما بدات في المشروع عندي هون لسه هذا الكلام حوالي 8 سنوات لسه هلا كمان كرمالهم عم بيطوروا اكثر للامام، دائما للامام، دائما شو في اجدد انواع تطور موجود في العالم عم بيكون عندنا هون دوله الامارات العربيه المتحده الحمد لله. ف بقول لك بتروح بتطلع رخصه بيوم واحد، بتعمل عدم مؤاخذه اقامات للشباب اللي عندك والتكنيشن اللي عندك كموضوع لنا احنا بدنا اقامات، الاقامات تطلع معك بيوم واحد، ما فيش اي شيء كان معقد، ما فيش تعقيدات ابدا، والناس كلها موجهة على أنه تخدمك وتساعدك وبما يرضي الله. ونعمة الأمن والأمان اللي عم نحكي عنها يعني اللي ما عاش بدولة الإمارات العربية المتحدة ما راح يعرف شو يعني أمن وأمان باختصار شديد جداً.
صح. الله يحفظ شيوخ دولة، الله يحفظهم يا رب، الله يحفظهم يا رب، يحفظ الإمارات وشعبها، ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. آمين يا رب العالمين، رحمة الله على الشيخ زايد. طيب أكيد يا سيد يوسف، يعني قصة نجاح كبيرة ومميزة زي دي، كان في أشخاص داعمين ليك وبلشوا معاك لحد ما بقى قدامنا هذا الشخص العظيم، من خلال برنامجنا لو حابب تتوجه لهم برسالة شكر. أول شيء أنا ولا شخص عظيم، ولا أنا شخص عادي زي أني الناس هدول. كان عندي طموح وصلت له بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل أنه أنا مرضي الوالدين الحمد لله رب العالمين. أول شيء أنا بدي أتوجه رسالة شكر لأبوي وأمي كتير كتير كبيرة، لولاهم أنا وصلت لهون، دعوات أمي ودعوات أبوي طبعا، واللي وصلني لقلوا لهلا. وأنا خايف أحكي لك أسماء أو ما أنسى كتير ناس. أنا في كتير ناس دعموني، كتير ناس وقفوا معي صراحة، من أصدقاء، من أهلي، من قلت لك عمامي وخوالي. خوالي طبعا شكر كتير كبير لهم. عندي زوجتي وأهلها صراحة دعموني بطريقة كتير كبيرة، كتير ناس صراحة. فأنا خايف، عم بقول لك خايف أذكر أسماء معينة وأنسى، بس أنا بتوجه لهم برسالة شكر كتير كبيرة من قلب قلبي، يعني زي ما بقولوا بكل شيء عندي، إن كان دعم مادي إن كان دعم معنوي. يعني صراحة أنا كل شيء صار معي، دعم مادي صار، دعم معنوي صار. أنا حتى صديقي، يعني صديق عمري اللي هو مؤسس معي هذا المكان، هذا أسسه معي أنا قصدي يعني كاسم، يعني هو موجود فيه بحياته ما تركني، كنا دائما متعبينه، بما أنه هو طبعا أكيد أنا عم نحكي كمواطن لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان كنت ماخذ عنده كل الدعم. زي ما قلت لك أهلي وأصدقائي المقربين جدا لي، ولليوم لليوم يعني ليومك هاد الدعم موجود. كل ما قلت لك احنا تجار، يوم فوق ويوم تحت، بيصير معك كثير اشياء، بس تحكي مع حد وتقول له انه انت، وهو حسك انت متضايق لحاله، بيصير يعطيك دعم معنوي، بيقول لك يا اخي انت شو، انت ما شاء الله وصلت، ما تخاف، انت ادهى، انت حتوصل، انت يعني بيعطيك تحفيز، بيعطيك كلمه، يعني فعلا هي كلمه بتفرق معك، كلمه بتفرق معك كثير. فاللهم لك الحمد. وحتى يعني بدي اشكر حتى الشباب اللي عندي والتكنيشنز اللي عندي، اخواني الموجودين هون معي في المكتب وفي الكراج، كل الناس دعموني صراحه، ما فيش حد يعني وقف ضدي بشغله صغيره، كل الناس دعموني. وما راح اتوجه باسماء عشان ما انسى حدا، بس كل واحد عارف نفسه، والحمد لله رب العالمين. واحنا كبرنامج رواد النجاح بنتوجه بكل الشكر لاي شخص كان داعم السيد يوسف عشان يوصل لهذا الفيلد او هذا المكان المميز داخل دوله الامارات. طيب اخر سؤال بقى هساله لحضرتك، بما ان حضرتك من النماذج الناجحه، وحتى انت خبرتنا عمرك قبل الحلقه، فبرضه عمرك مش كبير صغير، وابتديت من الكويت وكان في صعود ونزول، شو تنصح الشباب في هذا الوقت او في اي وقت عموما، شو نصيحتك ليهم حتى اللي عايز يبلش في الاستثمار، اللي عايز يدخل في مجال، نصيحه عامه للشباب تقول لهم ايه؟ هلا هو كنصيحه، هو الاستثمار في الدوله عندنا هون، دوله الامارات العربيه المتحده، انا بعتبره باذن الله ناجح. هو طبعا توفيق من رب العالمين طبعا، هذا رقم واحد. بس زي ما قلت لك بيوقفوا معك باشياء كتير، يعني كحكومه، كشعب، بكل مستوى فعلا، بكل معنى الكلمه، بيوقفوا معك بطريقه قويه، بيخلوك توصل لنجاح باذن الله. ويا سيدي لا قدر الله صار ما صار، برضه هم بيدعموك. فانا كان عندي نصيحه للشباب من كل الجنسيات طبعا، اول شيء مخافه رب العالمين ورضا الوالدين، وحط شغله براسك وتوصلها، حط شغله براسك، وخلي الناس اللي حواليك بتحبك. طول ما انك انت شوف هو رب العالمين كيف بيعطيك احسان، انا خليني نسميه احسان، طول ما انت منيح مع الناس وكويس وتعاملك بالاحسان مع الناس، ربك ما بيضيع لك شيء. فدائما دائما الحمد لله رب العالمين، انا كنت دائما بحياتي ما ازيد حدا، فما بعتقد انه رب العالمين راح يضيع لك اي تعب. تعبك اذا انت عم تتعب لتوصل لمرحله معينه راح توصلها. وانا زي ما قلت لك قبل شوي في طموح، ولما بدات اصغر من هيك بكثير، والحمد لله رب العالمين بدعم كل الناس اللي قلت لك عنهم من بعد الله سبحانه وتعالى، وصلت للمرحلة هاي. ولسه إن شاء الله ناويين، لسه هذا بداية المشوار. أنت عم تقولي عمرك صغير وأنت نجحت، أنا لسه بداية المشوار، لسه في مشوار طويل. ونتمنى بس دعاء منكم ومن المشاهدين طبعا، ومن كل الناس اللي حوالينا،
لكم التوفيق. وإن شاء الله يسلمك يا رب. لكم التوفيق سيد يوسف، ومشكور على هذه المعلومات الثرية اللي أنت نورت بها برنامجنا وعلى هذا اللقاء الطيب. عفوا عفوا حبيبي، بالعكس بالعكس ما عملنا شيء. أنا بدي أتشكركم جزيل الشكر أنكم شرفتوني اليوم لهون، ونتمنى نرجع نشوفكم كمان مرة إن شاء الله، نيجي لحضرتك في فروع تانية قادمة داخل الدولة وخارج الدولة. تسلم يا رب، تسلم لي يا حبيبي، نتشرف إن شاء الله، نتشرف إن الشرف يا حبيبي. الشرف لي. كان معنا اليوم السيد يوسف الشامي، وهو من النماذج الناجحة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.